والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. ايوه ما شفتوش بعد من زمان. من ساعتين. بنرحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. الفقره دي مشرفنا عريس الاميره السمراء النهارده محمد مجدي قفشه، صاحب البصمه الاخيره وصاحب الفرحه الاخيره والقفشه اللي خطفت قلوب ممكن ناس تزعل الاهلاويه، وكانت لحظات الحقيقه جميله جدا، هي دي اللي خلت الجماهير تخرج للاحتفال معانا في الشوارع ببطوله كانت غايبه عن الاهلي 7 مواسم متتاليه، وفي الالفيه الجديده مش متعودين على غيابها لحد ما وصلنا للقب التاسع بهدف ولا اروع ولا اجمل بقدم النجم قفشه. ايه قفشه نورنا حبيبي يا كابتن، وحشني جدا والله. مبروك. ايه دي؟ انت عارف بتاع زمان دي. ايه دي صحيح؟ لا ما شاء الله يعني الحمد لله. هنتكلم طبعا على دي لانك يعني لا ايه ده بقى لسه جاي لسه في الاول. لا منورني قفشه، الف مبروك يا حبيبي. كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين. بطوله غاليه جدا جدا جدا، بطوله تاريخيه، واكيد ده كان واصل لكم ان مباراه خاصه جدا على مستوى القاره الافريقيه، على مستوى حتى تنافس محلي مع نادي الزمالك، لكن كنتوا رجاله ويعني كنتوا يعني على وعدكم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان البطوله الافريقيه دي مش هتخرج من الجزيره.